حواجز وعوائق في طريق الانتخابات بالمكسيك يقطعها ملايين الناخبين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع، أولها العنف أمام أكبر انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد. نحو 90 جريمة قتل وقرابة 700 اعتداء على سياسيين ومرشحين، موجة اغتيالات عنيفة إذن منذ بدء العملية الانتخابية في سبتمبر الماضي، تشير أصابع الاتهام إلى عصابات المخدرات الساعية لتوسيع نفوذها السياسي. رغم التخويف يريد المكسيكيون حق الانتخاب. انتهى الخوف، اعتادوا تخويفنا، نريد إجراء الانتخابات، نحن لا نخاف لأننا لا ننتهك أي حقوق. مثلها يحق لنحو 95 مليون مكسيكي التصويت لاختيار 500 نائب يشغل مقاعد في الغرفة الأولى من الكونغرس و15 من حكام الولايات. تتسع دائرة الأرقام وتضيق قائمة المرشحين أمام الرئيس الحالي أندرس مانويل لوبيز. مراقبون يرون أن الانتخابات تتعلق برجل واحد هو لوبيز. يقول الرئيس السابق للمعهد الانتخابي الفيدرالي إن الانتخابات تدور حول الانقسام بين من يؤيدون الرئيس وبين من لا يثقون به، والأخيرة فئة لا يستهان بها تحمل لوبيز مسؤولية وفيات فيروس كورونا. أكثر من ربع مليون شخص ماتوا في رابع أعلى حصيلة في العالم. فوق ذلك تقول الاستطلاعات إن الاقتصاد وجريمة ملفان يشغلان هؤلاء أكثر من كورونا. لكن استطلاعات أخرى تقول إن نسب التأييد للوبيز المكافح للفساد والداعم للتقشف لا تزال تتجاوز 60%. ويحسب للرجل اليساري الشعبوي ضبط الإنفاق العام خلال الوباء وتقليص الدين الوطني، يضيف مناصروه دوره في الرعاية الاجتماعية التي وضعها لمساعدة الفقراء. لكن يبقى السؤال الأهم، إن كان لوبيز سيصمد في انتخابات بلاد غارقة في دوامة العنف سجلت أكثر من 83 ألف عملية قتل منذ توليه السلطة عام 2018.